ده الاتنين جايين. وقف هجم بقى، يعطيك العافية. واقف على جنب ليش؟ السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد من مقاطعه اوسكار. في البدايه ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والاشتراك وتكتب لنا كومنت حلو من عندك. فيديو النهارده حرفيا مليان حاجات كتير جدا. النهارده لاول مره هنهرب مع بعض وكمان هنطلع سلاح غير شرعي. انا طبعا كنت هربت قبل كده وطلعت سلاح غير شرعي عشان بس اكتشف الاوضاع، اشوف ايه هي الاسلحه المتاحه ليا وخبرتها كام وكل الكلام ده كله، لحد طبعا ما طلعت الرشاش المتطور ده. خبره الاسلحه لان المقاطعه لسه في البدايه وكده، فخبره الاسلحه قليله. يعني الشوزن من 30، الشوزن اللي هو الصغير تقريبا، والشوزن الكبير من 30 تقريبا يعني. وعندك في رشاش من 40 اللي هو المايكرو، وفي رشاش من 50، وفي رشاش بقى اللي هو الالي ده ولا ده المتطور ده من 60. تمام، انا هقول لكم رايي فيهم كلهم لان جربتهم كلهم، هقول لكم رايي فيهم دلوقتي بس لما نهرب ونروح السوق السود علشان نشوف ايه اللي نقدر نجيبه هناك بعد ما نهرب. بس في البدايه كده انت زي ما انتم شايفين مش معايا فلوس اصلا لان اشتريت عربيه جديده. هوريكم العربيه، للاسف مش عربيه شغل. يعني انا رحت اشتري اصلا موتور 350 بتاعه النفط والغاز، ما لقيتهاش متاحه لخبرتي، ان انا لسه خبره 61. فبصراحه اشتريت الجي كلاس بقى، الجي 63، العربيه الاسطوريه. العربيه بصراحه عجباني جدا جدا، تسارع، سرعه، قوه، كل حاجه، عربيه اسطوريه حرفيا. المهم ان سيرفر الديسكورد بتاع مقاطعة اوسكار هسيبكوا تحت في الديسكريبشن لو حابين تخشوا تلعبوا معانا. تعالوا بقى نجرب كده العربية دي كده على السخانة، اوريكم بتعمل ايه. طبعا خلينا نروح نسجل هنا كده في النفط والغاز واوريكم سرعتها بقى. حرفيا عربية سريعة جدا يا جماعة، سريعة جدا. يعني من العربيات اللي انصح بها هنا في المقاطعة هي الجي كلاس جي 63 دي، اسطورية للأمانة. سرعة وتسارع، يعني التسارع بتاعها رهيب، اللي هو من 0 ل 100 رهيب جدا جدا. السرعة القصوى ليها يا نهار ابيض، مش عارف ليه في مشكله في الفرامل في عربيات الجيب. هي مش مشكله بس الواقعيه طاغيه شويه على الموضوع، لان عربيات الجيب الفرامل فيها مش افضل حاجه. العربيه دي بقى وزنيتها جامده جدا، تسارع، لفات، قويه حرفيا، قويه جدا. بتجيب سرعه قصوى يعني 300، ده اللي شفته. هي طبعا مش متعدل فيها اي حاجه، شاريها وكاله. صوتها حلو برده، صوتها عاجبني جدا. بس خلينا كده بقى نسجل دخول. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا كده بقى نسجل دخول. كان معايا سماعات اوليه، انا دمي ناقص. تسجيل دخول نفط وغاز، يلا بسم الله. ناخد بقى كده الاسعافات الاوليه. طبعا النهارده هرب سلاحف، يا اما هرب سلاحف يا اما كوكايين يا اما اي حاجه من الحاجات دي يعني. بس خلينا ناخد الاسعافات الاوليه دي. ايوه كده خلاص دمنا بقى فل. للامانه والله انا حابب العربيه دي جدا، للامانه حرفيا عربيه اسطوريه. اقول لكم دلوقتي رايي في العربيات لان تقريبا جربت معظم العربيات اللي موجوده هنا في المقاطعه، معظمها تقريبا جربتها. فهقول لكم طبعا ايه هي افضل عربيات. طبعا من ناحيه الجي كلاس، فالجي كلاس زي ما انتم شايفين كده حرفيا تسارع رهيب، سرعه برضو رهيبه. السرعه بتاعتها تقريبا نقول مثلا 290 وهي مش متعدل في اي حاجه. بس بالنسبه للتصديم فهي مش افضل حاجه للامانه، لان هي بتخرب بعد قول 3 صدمات قويه بتلاقيها خربت. بس هي من ناحيه التسارع اسطوريه اسطوريه اسطوريه. فهي لمنا شكل يعني رهيب، هيبه كده. شايفين كمان من جوه شكلها عامل ازاي، واقعي جدا، عدات ديجيتال ودنيا رايقه، فهي عجباني بصراحه. خلينا بس كده نركن العربيه بتاعتنا هنا، كله هنا بيلتزم بالقوانين. بسم الله، ننزل بقى كده ونقفلها. ايوه كده. خلينا بقى كده اللي هنعمله على السخان، احنا نطلع طبعا الراس والمقطوره. طبعا هي مليانه عده ومليانه تقريبا، مش عارف فيها حمولات ولا لا، بس اتمنى تكون فيها حمولات. بس هي اللي انا متاكد منه ان هي فيها عده، لان لو فيها عده يبقى اموري اتحلت يعني، او مروح ابيع على طول. لان لو رحت اشتغلت من دلوقتي ما اعتقدش ان انا هلحق كده. فيها كام؟ هو فيها عده. طب تمام، خلينا كده نروح نشتغل على السخان سريع سريع كده، نعمل لنا شويه غاز كده. كده الدنيا قريبه، الدنيا حلوه. لان بصراحه محتاج فلوس، ان انا يعني كان معايا تقريبا فلوس كتير جدا، تقريبا كان 3 مليون خلصتهم. الجي كلاس دي لوحدها اصلا عامله في حدود 2 مليون و500 الف، فبصراحه غاليه جدا بس تستاهل للامان. يبقى كده احنا جربنا مع بعض الرام، الرام التي ار اكس، وكمان الجي كلاس الجي 63. الرام طبعا انصح الكل بيها لان هي تقريبا افضل عربيه حموله 120، سرعه وقوه، تنفع في الاجرام، تنفع في حاجات كتير قوي. انا هروح دلوقتي اصلا الوكاله وهوريكم يعني ايه هي العربيات اللي انصحكم بيها. شايفين الراس دي كمان، الراس اللي ورا دي انصحكم بيها برضو، لان يعني هي افضل من اللي معايا دي بكتير جدا. اللي معايا دي سيئه في حاجه واحده بس، هي لفات حلوه، سرعه حلوه، تسارع حلو، بس سيئه في الفرامل حرفيا. انا بحس ان ما فيهاش فرامل اصلا يعني. انا ممكن يعني بص حاليا ضاغط فرامل ما بتقفش حرفيا، وكمان سرعتي ما كانتش عاليه يعني. فدي الحاجه السيئه الوحيده في الراس دي. اما راس الكينوبس الكبيره اللي ورا دي نار، راس اسطوريه للامانه. فانصح الكل باللي ورا يعني، يمشي نفسه باي راس لحد ما يفتح خبره الراس الكبيره اللي ورا دي ويجيبها. كمان زي ما قلت لكم هروح وكاله السيارات النهارده عشان اقول لكم ايه هي العربيات اللي جربتها ورايي ايه فيها. بس الرام تي ار اكس زي ما قلت لكم هي افضل حاجه في الحمولات ال 120 كيلو. موتور النفط الغاز ال 250 انصح طبعا الكل يجيبها لو انت في البدايه، ما تجيبش التنكر.
اللي هو ال 250، ما تجيبهوش نهائي. انا رايي انك تجيب لك راس ومقطوره 250، هيبقى اغلى عليك نص مليون اه، بس حرفيا اريح بكتير من ناحيه ان انت هيبقى معاك راس تقدر تستخدمها في اي حاجه بعد كده. خلينا بس كده نفضي الشنطه نحطها في الراس. نحط لا نحط لا السي بتاع بيت غلط ولا ايه؟ مخزن كل حاجه مش مشكله. 7 اسعافات. الرشاش هو ياخد مساحه ولا لا؟ الرشاش مش هياخد مساحه. طب خلينا كده بقى ايه، ناخد العده. اقدر اخد 25 تقريبا، اقدر اخد 30 كمان. ايوه نبدأ بقى كده نشتغل. بسم الله. اه ما اقدرش لاني مفيش مساحه كده للغاز. تمام نعمل ايداع لخمسه، يبقى 25 25. طبعا ما تنسوش ان في خصم 40% على اي منتج من منتجات متجر مقاطعه اوسكار، لو حابين يعني تلحقوا اي عرض من العروض اللي هم حاطينها. طبعا بما ان الاقبال على السيرفر كويس ما شاء الله، يعني السيرفر يستاهل، وفعلا يعني في كميه تطورات رهيبه وبيطار بسرعه كبيره يعني. فحاول اعمل لكم كود خصم ان شاء الله، يعني دعواتكم الموضوع ده يظبط، بحيث مثلا يخصم لكم نسبه بسيطه على اي منتج انت حابب تشتريه من متجر المقاطعه لاي حد من متابعين القناه. خلينا بقى كده نروح على المرحله الثانيه، بس ما اعتقدش ان انا هلحق المينا خالص، هو يا دوبك اخلصهم ونروح بقى على طول نبدا نجهز للتهريبه بقى. وغير كده كمان ما تنسوش ان باقه البدايه لسه موجوده لحد دلوقتي لو انت لسه ما دخلتش المقاطعه. كل مره بنسى اخش من ورا. خلينا نخش من هنا اوسع، يعني المكان حرفيا ضيق من هناك. يلا بسم الله. انا شال 125 معايا. يلا بسم الله. كده خلصنا الغاز المعالج. اعطاء 1000 خبره لابو عمير، ممتاز في اداء المهام الوظيفيه في الدفاع المدني. ما هم لو عملوا غير كده يفصلوا. بس عايش والله. خلينا احنا بنروح على المرحله الثالثه اللي هي تحويل غاز، ولا كانت انهي؟ اه هي تحويل غاز. تمام يلا بينا يا عم. افتح الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اتوقعش ان الحق برضه، هو انا هخلص دي بسرعه، خلص المقطوره دي بسرعه، بس ما اعتقدش ان الحق 100%. وهيجي لنا طبعا ان المنشات زي المره اللي فاتت يخلينا نخرج قبل المينا ما يقفل، بس للامانه فضل سايبنا لحد ما احنا ما نخلص. ان شاء الله الحق اخلص والحق اروح، يعني هي كده كده الراس سريعه اصلا مش صعبه، وكمان التصنيع سريع، فحاول ان شاء الله اظبطها. بس برضه ما حدش يجيب الراس دي، هي حلوة والله الأمانة جميلة جدا، بس مشكلتها في فراملها، ما يعني حرفيا لازم أهدي قبل ما أقف بكتير، فهي دي مشكلتها الوحيدة. أما غير كده فدي حرفيا توب التوب. بس الأمانة كمان راس الكينورس الثانية شكلها أحلى بكتير، محدش ينكر كده طبعا. يلا بسم الله خلاص المرحلة الثالثة. يلا الحمد لله خلصنا. لسه 4 كمان كده خلصوا أعتقد. أيوه كده 250. يا رب ألحق أبيع بقى، لو حتى هلحق أبيع أي حاجة، أهم حاجة بس يبقى معايا شوية فلوس بدل ما أنا مطفر خالص كده. ده بيع إيه؟ لا ده بيع الوقود، يبقى إحنا خلينا نبيع الغاز. يلا بسم الله بسرعة كده سريع سريع. اوف ده انا معايا الرشاش. طب انا هخش ازاي مينا بالرشاش؟ لسه هروح علشان خاطر عين السلاح. طب اروح عينه في الجي كلاس سريع سريع كده كده كده، لكنها بره هنا. يا رب الحق. لسه بستلم باقه البدايه طيروه، انت فاكرها سايبه يا ابني ولا ايه؟ اتمنى ان الحق، اتمنى هيبقى بصراحه اوفر عليها كتير قوي، يبقى المينا اللي جاي على قد التهريب بس. بس شوف شوف فرامل اقسم بالله ما فيها، عايز اتغير تيل باين. حط بس كده الرشاش. ايوه يلا بسم الله. خلينا نخش بقى كده على السخان ان شاء الله هلحق. يعني اللي عاجبني في الكينورس دي كمان ايه، الكشاف اللي ورا ده، شايفين الكشاف اللي بينور على المقطوره ده؟ جامد جدا يا عم الحاج. افتح عشان خاطري يا باشا. يا باشا افتح لي، الله يرضى عليك. الله يرضى عليك والله. والله جاي جاري والله. تاخرت يا حبيبي، وربنا جاي جاري. اخر مره اخر مره مش هعمل كده تاني، اخر مره. سلامتك يا باشا، سلامتك. بسرعه بسرعه. مين انت صوتكم غريب. انا يا باشا عضو في اي بي هنا يا باشا. الله يرضى عليك. ايه عشان الكيو سي ما راح ندخلك. لا اطلع برا. مرفوض مرفوض يا ريس. يا برا برا برا. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. يا نهار ابيض ده بيضرب عليا، ده بيضرب على الكاوتشات. لا لا بالله ما تحبسش. طب يا ريتني ما شلت الرشاش، يا ريتني ما سبت الرشاش وكنت دخلت. ده جايين جري، لو جه ورانا انا هخرج للامانه. انا مش هفايت، هضيع نفسي على الفاضي. ده ما اعرفش انا اشيلها في الكاوتش. ده الاثنين جايين. اوف اوف اوف. انا خارج والله، خارج خارج خلاص والله. يا جدعان كبرت الموضوع والله. والله كبرت الموضوع. انا خارج خلاص يا باشا، خارج خارج خارج. لا اله الا الله. يا نهار ابيض. يا رب ما يقفلش الباب، بس عشان ساعتها انا هتزنق زنقه سواد. هيروح يقفل الباب. سكر باب الدخول وخلوه خلوه خلوه يسكر. خلوه يسكر. ده انا حرفيا لا 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 مش هخليه يعدي، مش هخليه يعدي. هو لو عدى هيقفلها. اوف ده واحد مستنيني هناك. يا نهار ابيض. يا رب يكون مفتوح. اوف 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 اوف. السلام عليكم.
يا نهار ابيض. طب السلام عليكم. مش قادر والله، انا ما اعرفش ايه اللي حصل لكل ده. والله كنت عايز ابيع بس، ما كنتش عايز اعمل حاجه تاني. يا نهار ابيض، انا كنت عاوز ابيع بس والله. يا كل ده عشان عايز ابيع، كل ده عشان شغال بلقمتي. اوعى عربيه رب تكون مفتوحه. اوف مفتوحه، ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ مش هتطلع، مش هتطلع. بس هي عربياتهم باظت، ده انا فرمتهم، فرمتها. شوفوا قفل ازاي، ده انا راح اجيب رشاش واجيب. انا خلاص شخصنتها معايا. بس والله اللي سايب العربيه هنا ده والله يعني عايز ابوسه والله. اللي انا اطلع كده بس، اروح اجيب الرشاش اهم حاجه واجيب عربيتي، ولا كاننا عملنا اي حاجه. طبعا الراس راحت والموتوره كمان راحت، وخلاص كده. ولا بيع ولا اي حاجه. هم زمانهم دلوقتي معممين عليا اي خدمه. عم جبت لك عربيتك لحد هنا. بسم الله، ناخد الرشاش. يا رب اعرف بصراحه اطلع الراس بتاعتي من هناك، يا رب يكونوا مشوا. انا محتاج الراس بصراحه يا المقطوره. بس الامانه الراس سدت قدامهم، كانت حوت. يا رب ما فتشهاش، بس كان فيها تعبير طلاق. وهي وفي حد مات هناك ولا ايه؟ المسعف ده رايح فين؟ اه مسعف، مسعف. رب ما يكونوش واقفين. اوف حلو قوي دول، طلعها لي والله. انت ناس محترمين، طلعوا لي الراس. طب ما طلعتش المقطوره ليه؟ هو جاي لي ده، يا رب يطلع ايه ده؟ ده راكب الراس. انت بتهزر؟ ايوه رايح يسحب المقطوره. والله انت راجل محترم، وربنا امن منشات محترم. يا رب يا رب يطلعها. خلينا بس هنا كده، انا هقف هنا مؤدب لحد ما يطلعها. راح اخطفها اجري. ايوه ده جاي جاي جاي. تسلم ايديك، ده انت لقطه، اقسم بالله لقطه. تعالى تعالى تعالى، راح اخدها واطير انا. اقفل الجي كلاس. تسلم ايديك، خرجالي بره المينا. اقسم بالله ما شفت احترام اكتر من كده، ده انت لقطه اقسم بالله. يلا سلام عليكم. كده ضمننا ان احنا نبيع المينا اللي جايه. ايوه خزن كده بقى يا باشا. هب بقى العربيه المفتوحه دي نروح نجيب بيها الجي كلاس بتاعتك. كده بقى عملنا الصح. العربيه دي مش حلوه على فكره، محدش يجيب العربيه اللي انا راكبها دلوقتي. اللي عايز يجيبها يجيبها بس لشكلها، او عايز مثلا يعمل كوليكشن عربيات حلو كده. بس هي بصراحه مش عجباني، سرعتها مش قد كده بصراحه. الرام احلى بكتير، معرفش دي 80 كيلو ولا 120، بس لو هي 80 فاكيد ما تتقارنش بالرام يعني، لان دي حاجه ودي حاجه. ايوه خلينا نركن دي كده بقى على جنب ونطفيها. يلا ناخد بقى الجي كلاس بتاعتنا. الحمد لله والشكر اللي عدت على خير الرجاله. يلا بسم الله. اللي هنعمله بقى دلوقتي اللي احنا هنروح ايه ده؟ وقف لي ده. السلام عليكم. وعليكم السلام. وقف على جنب يعطيك العافيه. واقف على جنب ليش؟ اذا ما عليكم بس وقف على جنب. ايه السبب يعني؟ في اشتباه على شخص ونبغى نتاكد. اشتباه ازاي يعني يا ريس؟ اذا ما عليكم وقف ونعلمك. لا علي امر، مش فاضي للاسف. والله ما هو مشغول. مشغول حاله طارئه، حاله طارئه. بعد اذنك توقف الله يعطيك العافيه. بعد اذنك حاله طارئه. الله يعطيك العافيه، وقف الله يعافيك. الله يعطيك العافيه، حاله طارئه. غير سهل يعطيك العافيه، وقف. حاله طارئه يا ريس بعد اذنك. وقف الله يعطيك العافيه. بعد اذن يا باشا، حالة طرقة يا باشا، حالة طرقة. وقف يا خلينا نقف، خلينا نقف، خلينا هقف. حاضر هقف 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 قدامك. طيب هقف قدامك. طيب وقف 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 وقف. انزل السيارة، انزل السيارة، انزل السيارة. اوف ده ضرب عليا. يلا سلامة يا حبيب قلبي. اه دول اتنين، دول اتنين. يا نهار ابيض والله فاكرهم واحد، وربنا فاكرهم واحد. كل ده جاي ورايا، ده صاحبه جاي ورايا. ما تهزرش يا عم انت، انت فاضي للدرجه دي؟ اوف العربيه دخنت اصلا. لا لا انا راح اخزنها، راح اخزنها بسرعه. الفيديو قلب اجرام، وانا كنت ناوي اهرب بس والله، ما كنتش ناوي اعمل ده كله. هم اللي خلوني اضطر اعمل ده كله. جه جه جه. انا خلاص كده، انا خلاص محبوس محبوس. اوف انا بوست بوست بوست. احي السلاح خلص، السلاح خلص. اعمل ايه دلوقتي؟ السلام عليكم. جاي جاي ورايا، جاي ورايا. يا رب ما يشوفني. جاي ورايا يا جدعان. تعبئة الطلقات المشكلة سبتها في الراس. أنا استخبى هنا، إن شاء الله مش هاخد باله. كمل هروب. أنا سامع صوته فوق، سامع صوته فوق. يا ويلي من اللي هيحصل. أنا نيلتها أقسم بالله. طب أروح فين طيب؟ أنا خليني استخبى هنا. لا 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 مش كده. أيوه أعتقد إن هنا أمن مكان. يا رب ما ياخد باله مني بس. طب راح أسجل خروجي طيب عشان لبس. مشكلة ما معيش عربية. هو فوق الكوبري، أنا سامع صوته فوق الكوبري. كده صوت عربيات الشرطة عالي أصلا وفضحهم. عاملين زي عربيات الشرطة الإماراتية بالظبط، نفس أصوات العربيات. يا عم امشي بقى، امشي بقى كفاية خلاص.
خلاص مش هقف، مينفعش اتخلص من السلاح. طيب مينفعش، خلاص بقى امشي يا عم، ورايا فيديو. عايز اروح اشوف العربيات وعايز اخلص تهريبه وليلته طويله. اعتقد انه كده مشي تقريبا يعني. ايوه لان المسعف كمان مشي. اعتقد ان كده الدنيا امان. يلا بسم الله. مشكله في تعب. الله السفينه ده جاي منين؟ مش كان 6 عبيت تلقى في الراس؟ دي المشكله الوحيده اللي عملتها. والله انا لا مجرم ولا اي حاجه، انا كنت جاي ابيع غاز، ما اعرفش ايه اللي دخلنا في الحوارات دي كلها. نطلع عربيتي من هنا من غير ما اخش الجراج واتكل على الله. اوف ده هنا للشرطه بس او الامن المنشات بس تقريبا. طلع الجي كلاس تاني. تعالوا بقى نروح فين؟ نروح بقى على الوكاله اقول لكم ايه العربيات اللي انا جربتها وايه رايي فيها. تعالوا لي كمان اوريكم كده واحنا ماشيين الجي كلاس سرعتها قوتها كل الحاجات دي. شايفين هي حرفيا سريعه والله، يعني عربيه مش هتندم ابدا على انك جبتها لان فعلا سريعه جدا جدا. وزنيتها حلوه لمان ده بس عشان مطب بس عشان احنا عملناها. ايوه بلمتت قلبي طلبتش بس دخنت زي ما قلت لكم، هي بتدخن بسرعه بس سرعه رهيبه. المهم تكون انت بس ايه قادر تتحكم فيها. ماشي دي التصليح، فخلينا نروح اخزنها واطلع بعدها بقى ايه نروح على طول على الوكاله. خلونا كده بس نبص على المستعمل قبل ما اروح الجديد، نشوف كده يمكن في عربيه ولا حاجه. رغم اني مش معايا فلوس ولا هشتري، بس دايما كده هو كل ما الواحد عدى على المستعمل لازم ضروري يبص على المستعمل. العربيه اللي كنا لسه رجعنا حرناها اللي ما انصحش حد يجيبها لو هي طبعا 120 دي، لا دي 80 خلاص يبقى ادوها فرصه. العربيه دي حلوه برضو بشوف ناس كتير معاها، بتسد الدنيا يعني بتمشي الامور. 120 كيلو بنص مليون بس، في حين ان الرام 120 كيلو بس بمليون 700 بس. الرام يعني بتمشي في حاجات تانية غير انها عمولة، يعني بتمشي تصديم بتمشي جرام حلو يعني. الياريس دي عاملة 65,000 ده ايه ده رخيصة اوي. اسمع صوتها كده حلوة لمان سعرها ممتاز. كده احنا نكمل طريقنا نروح للجديد عشان اقول لكم العربيات اللي انا جربتها وايه رأيي فيها. وصلت كده جراج الوكالة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. عرض المركبة. العربيات السجارة دي طبعا اللي هما حزمة مبتدئين كده، انا حاجة خفيفة انت كده كده بتخش بنص مليون. الدراجة النارية انا قفلت الجي كلاس ولا لا؟ تقريبا قفلتها. امال مين اللي بيزمر بره ده؟ قشطة عليك يا عم شاط بيه. يا طيب يا هلا يا هلا والله هنكسروا علينا. ايه العربية النار دي اتعدلتها؟ هي جايبة متعدلة فوق لفوق بالله بالله. هي دي اللي كانت موجودة في المستعمل امبارح؟ ايوه قشطة عليك يا عم شاط بيه. لسه واخدها حالا. لا نار نار يا شاط بيه والله يا نار، ربنا يبارك لك فيها يا عم. شغل عالي. بتمشي كام؟ 350. 350 اوف جامدة أوي دي. وأنا ليه بس حاسس كتير؟ كتير. تعالى نجيب العربية التانية. يلا أروح أجيبها. استنى استنى كلها. لا خدني معاك خدني معاك عايز أجرب. ولا وسعنا خلينا نجرب يا شط. تعالى أجيبها وأنت سوقها أرجع بيها. يلا يلا. طبعا الشط هنا ولا تجرب دي؟ بيجرب كل العربيات. تجرب دي مفيش عربية بيشوفها إلا وبيجربها. لا 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 كمل يا شط بكمل. شكلها أسطوري يا شط. بتاع على كام دي؟ 6 مليون. 6 مليون يا ويلي. هي جديد بكام دي؟ وهو معدلها ب 3 مليون كمان. طب هي جديده بكام؟ جديده ب 5 مليون 900 يعني زود عليها 100,000 بس. كويس والله. ومعدلها ب 3 مليون اهو. بس جامده قوي. رهيبه رهيبه. العربيه اسطوريه يا جماعه الامانه. ايه فراملها تعبانه ولا ايه؟ لا لا فراملها حلوه بس انا عشان دايس بتاع الفرامل. هو معدلها فرامل؟ معدلها فرامل. ناقص لها عندي تغييرات بس. بس جامده جامده قوي. يعني دي عربيه انت ايه رايك فيها طيب؟ بما انك انت اللي جربتها. هي لسه موجوده في الوكاله صح؟ موجوده. يعني تنصح بيها للي عاوز عربيه سريعه. قول طب التصديم بتبوظ بسرعه؟ وتصدمها؟ لا انت عارف العربيات السبورت تصدمها مش حلو. يلا زي ما كده. فين بقى العربيه دي؟ العربيه دي حرفيا سر من الاسرار. محدش اكتشفه هنا في المقاطعه غير الشاطب التوب. قشطه عليك يا عم شاطب. العربيه دي بقى ايه؟ الكادلك دي مصفحه حرفيا، مصفحه اللي هو بمعنى مصفحه يعني اللي هي تصفيح تصفيح، ما بتخربش نهائي، تمشي معاك بقى اجرام، تمشي معاك سرعه عاديه مش سريعه قوي يعني، بس حرفيا يعني ان هي مصفحه دي كفايه والله. فهي عربيه والله جامده جدا، هي شكلها من جوه ممتاز للامانه برضو، شكلها حلو وجميله، كمان هي عربيه كبيره يعني اللي بيحبوا العربيات الكبيره وكده. التسارع بتاعها اللي هو من 0 ل 100 مش افضل حق. سرعتها النهائيه برضو مش افضل حاجه، هي اقصى حاجه 262 270 حاجه من الحاجات دي. انا مش عارفين اصلا هي شكلها هيبه للامانه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ حتى لو قلت الكشاف كله حاجه اسطوريه. بس دي بقى في التصديم سر يعني، يمكن نادر جدا اللي عارفين ان العربيه دي مصفحه وما بتخربش، هي كده مركونه في مكان. الشاطبي اصلا بيحب العربيات الكبيره فاختارها، فاكتشف ان هي اصلا يعني عربيه مصفحه ضد التخريب ما بتبصش. يعني لو انت بقى داخل اجرام وحط اجرام بقى وبتاع فاعتمد العربيه دي رسمي. انت شايف سرعتها؟ يعني سرعتها عادية للأمانة،
متوسطة 200 250 مع النزلات 260، هي لسه ما خدتش الخامس، لما تاخد الخامس هتلاقي وصلت 205. ايوه كده خدت الخامس. أمانة هي حلوة، وزنيتها اسطورية كمان، بس هي حلوة الأمانة، حلوة جدا جدا يعني. والتنظيم بقى ايه خرافي يعني. هنروح دلوقتي نخبط خبطة دلوقتي بنت حلال ونشوف قوتها عاملة ازاي. لا لا بلاش في الجي كلاس، ايوه خلينا مثلا في ايه، هي بس اتخدشت من قدام، بس هي الأمانة قوية جدا. تعالى نخبط دي كده، حوت حوت والله حوت، ما ببصش مستحيل تشوفها بتبوظ، لان هي فعلا عربيه قويه جدا. ما بتدخنش شطب صح؟ ابدا ابدا، عملت لها كل التستات. لا لا ده كده ولا حاجه. قشطه عليك يا عم شطب، حبيبي يا عم شطب. في تريلات. ايوه ايوه انا شفت بتعمل ايه يا ريس، حبيب الله يا عم شطب. حبيب قلبي. تقول ايه للناس اللي ما بيحطوش لايكات يا عم شطب؟ لا لازم لايك وشير وسبسكرايب. ايوه الله يا عم شطب. حبيبي يلا ريس، حبيبي على السلامه. العربيه اسطوريه والله، دي يعني عربيه من العربيات اللي انا كنت حابب اوريها لكم، من العربيات اللي انا جربتها. تعالى بقى نشوف بقى العربيات. في برضو عربية كاديلاك بس صالون، عربية سبورت كده، مش الجيب، برضو في السرعة خرافية وصوت وشكل، بس للأسف شالوها من الوكالة بعد حصرية، فيا بخت اللي لحقها والله. دي بقى الروز رايز دي بقى نجيبها بعدين بقى. المهم ان برضو الشاب جرب العربية دي اللي هي 63 2020، شكل بس، تصديم لا، سرعتها 260، بي ام دبليو ام 4 2024 انا جربتها، صوت خرافي، شكل خرافي، تصديم مش قوي لان هي برضه عربيه سبورت، سرعتها جربتها وهي متعدله فل بتجيب 330، وهي مش متعدله بتجيب 280. ما جربتش الام 5 بصراحه، بس انا اسمعكم صوت الام 4، اسمع كده صوتها اسطوري للامانه. التشارجر 2012 ما انصحش بيها خالص، اللي انصح بيها التشالنجر اللي هي بعدها على طول، دي اللي انصح بيها فعلا، سرعه صوت شكل اسطوري. اما ال 2012 التشارجر مش حلوه للامانه، جربتها سيئة، سرعة ماشي، بس وزنية مش عارف ايه، لا مش افضل حاجة للأمانة يعني. فاللي هيجيبها اللي هما اللي بيحبوا التشارجر وحابين شكل التشارجر، بس مش اللي هو هاوي عربية كويسة في المقاطعة. ده الكامارو برضو مش الأفضل ولا الأوحش، متوسطة. الليكسس دي ما جربتهاش، بس كانت قدامي أجربها، بس بصراحة ما عجبنيش شكلها بصراحة. هي طبعا أذواق، الموستنج أوف على الموستنج، أوف على الصوت، ايه ده؟ لما جربتهاش دي، بس ان شاء الله لما اجرب العربيات هقول لكم على العربيات اللي انا هجربها، هقول لكم اللي انا جربت العربيه دي واقول لكم رايي فيها ايه، لان العربيات هنا في الوكاله كتير جدا، فما اقدرش اجرب كل ده في الوقت القصير ده يعني. انا بحاول قد ما اقدر ان انا احاول اجرب لكم كل العربيات بحيث ان انا اوريكم كل حاجه. في تشارجر هنا 1999، عربيه كلاسيك كده اللي حابين العربيه، ممكن دي تبقى احسن من الثانيه للامانه. اوف على الصوت، ايه ده؟ لا جامده دي، جامده دي قوي. ستون مارتن جامده قوي بس ما جربتهاش. كورفت ما بحبهاش. دي طبعا العربيه اللي مع شطبي، المازيراتي، بس طبعا اللي مع شطبي متعدله اللي احنا لسه شايفينها دلوقتي. ايه تاني بقى جربناه؟ اللي جربناه هنا جربنا في عربيه تويوتا هنا برضو جربتها برضو مع شطبي. شطبي معرفش خد البتاع كلها، هي تويوتا سكويا دي، جربها وزنيه حلوه بصراحه، بس مش نفس الكاديلاك، الكاديلاك افضل منها بكتير جدا. هي دي شكل بس يعني، اللي حابب الشكل ده عن شكل الكاديلاك فيختار دي، بس بصراحه الكاديلاك افضل صفقه موجوده هنا في قائمه العربيات الكبيره حرفيا. اتمنى بس ما يعدلوش عليها ويقللوا منها حاجه، لانها فعلا اسطوريه. هم واخدين منها السرعه والتسارع بس مدينها التصديم. طبعا الجي كلاس بتاعتي زي ما قلت لكم عليها وعلى سرعتها. في برضو عربيه في متجر المقطع هنا، نيسان، سرعتها بتجيب 350 تقريبا، بس عجبتني جدا. دي طبعا الكاديلاك 2023، دي اللي مع شطبي. طبعا اللي مع شطبي وكاله، حتى رغم انها ما بتبصش بس هي وكاله، بس ما جربتش حاجه طبعا من الحمولات، لان انا على طول جبت الراس وجبت البراد وجبت المقطورات، ما جبتش بس الا الرام اشتغل بيها، ما جربتش حاجه ثانيه. بس في ميكروباص هنا على فكره زي اللي عندنا في مصر. دي برضو العربيه دي انصح بيها برضو، حلوه حلوه كوزنيه، بس كصوت لا طبعا. ميكروباص زي اللي عندنا في مصر، سعره رخيص طبعا، حابب ياخده. المهم دي الحاجات اللي انا كنت حابب اوريها لكم هنا في الوكاله، ده رايي عن العربيات اللي انا جربتها. هم تقريبا حدود 7 عربيات اللي جربتهم، وقلت لكم رايي فيهم بكل صراحه. رايي بقى ان انا الرام خدتها الاجرام وتصديم وشويه حاجات كده وصوت، الجي كلاس خدتها للسرعه رغم ان الام 4 افضل بكتير، بس خدت دي لانها ارخص بمليون، كمان بحب الجي كلاس للامانه يعني. الكاديلاك طبعا تصديم، ودي ان شاء الله هحاول اجيبها. طبعا ممكن اجيب الام 4 واعدلها برضو يعني، ما اقولكوش همشي اجيب الام 4، بس ممكن اجيبها. هي الكاديلاك دي بتاعت شاب ولا هو اللي قدامي ده؟ سريعه جدا العربيه اللي قدامي دي، بس هجيبها يعني. الجي كلاس سريعه تقريبا شاب. لو كان معايا السلاح أيوة كنت قتلتك. ايوه افيونا، لو كان معايا السلاح كنت قتلتك. يوسين الزعيم اركب يا ولد، هلا بالشطبي. مش هنا اركب يا ولد، اركب اقتلك. يوسين كنت مسجون ولا ايه؟ ايوه يا عم شطبي. لا تصديم يا صاحبي على النبي، احنا بنقول كده. خلينا نروح نطلع الرام بقى ونعمل لنا حموله ممنوعات، ولا ايه رايكم نخليها سلاحف؟ انا مش عارف انت رايكم ايه؟ انا بفكر ما نروحش جزيره الممنوعات ونخليها دي بقى في فيديو تاني، يبقى فيديو كده محترم، نروح جزيره الممنوعات دي ونكتشفها مع بعض، ونخليها بقى المره اللي جايه سلاحف، ولا انت رايكم ايه؟ انا بصراحه بهرب سلاحف.
طيب خلينا نلف كده نروح على السوق السوداء اقول لكم ايه رايي في الاسلحه والحاجات دي كلها، والفيديو اللي جاي ان شاء الله بقى دي انتهت تهريبه سلاحي. حاسب يا عم الحاج. هلا كودا شبي. لا 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 مش وش مش مش وش رش يا خرب بيتك يا خطيب. يا عم شطب انت بتاخد المواضيع جد، انت بتاخد المواضيع جد يا ريس. دي بس زحه صغيره كده، كتف صغير كتف شرعي. طب انت بتديني كتف كمان يا ريس بعد اذنك. الله شبع كده لك حوت. تسلم تسلم حبيبي حبيبي يا ريس. بدنا نخزنها ونطلعها تاني بقى عشان الصدمات اللي احنا صدمناها دي سرعتها رهيبه رهيبه رهيبه. يخرب بيت كده، ايه ده السرعة بتاعها رهيب للامانه، يمكن اسرع من الرف التسارع. ايوه يلا بسم الله. خش تشوف كده نظام الاسلحه ايه. طيب خلينا نشوف. طبعا في الاسلحه البيضاء كله مفتوح تقريبا من خبره 15 او 20. عندنا في السلاح الحاد تقريبا برضه كله مفتوح. عندك بقى في المسدس، المسدس العادي اللي هو مفتوح عادي ده. اما بقى عندنا في الرشاشات، رشاش الكلاشينكوف ده 90 اللي هو الرشاش الاصفر ده اللي هو نص الي، ورشاش القتال او رشاش قتال ده بقى 120 اللي هو رشاش الايكي الكبير ده. طبعا لسه قدامنا شويه حلوين عليه بس ان شاء الله هنجيبه. عندنا بقى الرشاش الصغير المايكرو ده تقريبا مفتوح من خبره 30 او 40. المتطور مفتوح من 50، لا المتطور مفتوح من 60، والالي مفتوح من 180. الاثنين دول والله محتار ما بينهم. المطور ده طبعا اللي هو معايا لسه قاتل بيه الشرطي، والآلي ده سلاح اطول شويه بس ثابت، بس في نفس الوقت الدمج بتاعه مش عالي. اما السلاح اللي معايا الدمج عالي بس مش ثابت. فوالله الامانه انا محتار ما بينهم، والاثنين اصلا انا مش بفضلهم، يعني انا بفضل على طول الكلاشينكوف. الشوزن بقى شوزن العساكر اللي هو شوزن الصغير اللي هو الشوزن الكبير ده طبعا سيء في المسافات القريبه بس حلو في المسافات البعيده. وعندك الشوزن الصغير المعروف طبعا بقوته ده ب 200,000، وده تقريبا من خبره 30، وده من 25 تقريبا او 30 برضه مش فاكر للامانه، لان انا ما جيتش بصيت وانا خبرته قليله، ما بصيتش طبعا الا لما هربت وجيت ابص عليه. متجر الاسلحه الغير شرعيه هنا مليان حرفيا، يعني في شويه اسلحه حلوه كتير، وبصراحه دي حاجه ممتازه جدا للامانه، فعجبني بصراحه الاسلحه هنا. وكمان التهريب هنا برضو الوضع فيه سهل وحلو جدا، فان شاء الله الفيديو اللي جاي لا اما تبقى تهريبه حلوه كده مليانه حموله من الجزيره نستكشف الجزيره كلها مع بعض، لا اما تكون تهريبه سلاحف ان شاء الله. يعني خلينا بقى دلوقتي يا ساتر، خلينا بقى دلوقتي اللي هنعمله اللي احنا نروح نبيع حموله الغاز اللي معانا. حاليا فتحوا المينا من دلوقتي، فخلونا كده بقى ايه نلحق نروح نبيع. مفتوحه من الساعه 5:30 كويس والله. طبعا موضوع ان المينا يفتح ده هو اصلا الرسمي الساعه 7، بس موضوع ان هم يفتحوه قبل المينا ده بيبقى طبعا الموضوع ده خاضع شويه لقرار القياده في امن المنشات، ممكن يفتحوه بدري شويه. اما لو اتاخر طبعا بيعوض المواطنين بان المينا بيفتح 24 ساعه كاملين. تخش يا ريس تقفلها ليه؟ يا حول الله يا رب، وشكله فاكر ان المينا مقفول. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اخرب بيت الفرامل بتاعت الكينورس. طبعا انا راس الكينورس اللي اوريدي متعدله فل مفايم ومركب كل الاكسترات ومروقها خالص ومغير لونها كمان. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده مكان بيع الغاز طيب ولا ده مكان بيع البنزين؟ ده مكان ايه؟ ده وقود وده غاز. حلو. يلا بسم الله نبيع. والله كنت لو النهارده قضيها اجرام وقضيها تهريب، بس مش عارف ايه اللي حصل لما ما عرفناش نخش المينا فطولوا معانا بصراحه. انا استنيت المينا كامله. اقدر اخد 150 وكده فايه؟ اقدر اخد يعني كده 75. اقدر اخد 75 كويس. نبيع بس كده ونيجي. ايه ده؟ انا عايز اشتري قارب. القارب هنا شكلها جامد جدا على فكره، في يخوت صغيره كده برضه بتتباع هنا، فنبقى نبص عليها برضه. بس ايه قلنا نبيع عشان ايه؟ حرفيا الفلوس معايا فعلا بعد ما جبت الجي كلاس قلت جدا. خلصنا بيع طلعنا 600,000 بالظبط. طبعا لو كنا صنعنا بنزين كان هيطلع لنا 650,000، ولكن الغاز بما انه اقرب وكده واسهل فطبعا ارخص 50,000، فبصراحه حاجه كويسه جدا. 600,000 كده في هوا، مثلا ما كانش معايا فلوس حرفيا يعني. بس خلي بالكم ان دلوقتي في ضعف خبره وضعف اجر، فعلشان كده الدنيا حلوه شويه. بس مجرد ان ضعف الاجر ينتهي وضعف الخبره ينتهي فهيبقوا 300,000 بس على المقطوره 250، اما المقطوره ال 350 فاعتقد هتبقى في حدود 450 500. بس كده شباب دي كانت كل حاجه معانا في فيديو النهارده. انتظروا الفيديو اللي جاي ان شاء الله تبقى تهريبه سلاحف محترمه، وممكن كمان نحط شويه اجرام على حسب يعني وقت الفيديو. ان شاء الله يكون الفيديو قريب يعني. هسيب لكم لينك سيرفر مقاطعه اوسكار تحت في الديسكربشن. ما تنساش بقى تدعمنا باللايك والشير والاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم.